الله تبارك وتعالى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم بفضلك وجودك يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. ونسألك يا مولانا من فضلك العظيم، فيضك العميم، ورحمتك الواسعة، أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا في الأولى والآخرة يا ربنا. اللهم علمنا من لدنك علما نصير به كاملين، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ومن عمل لا يرفع. اللهم فهمنا أسرارك، ألبسنا ملابس أنوارك، وخذ بأيدينا إليك في كل أمورنا، واجعلنا عابدين حتى يأتينا اليقين. أسألك يا مولانا أن تنصر المسلمين، وأن تعلي شأن هذا الدين، وأن ترد عنا كيد الكائدين، وحقد الحاقدين، وحسد الحاسدين، وعدوان المعتدين. اللهم انصرنا على القوم المفسدين، اللهم شتت شملهم، فرق يا مولانا بقوتك جمعهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأسنتهم إلى نحورهم، وانصرنا فأنت خير الناصرين، ارحمنا يا مولانا فإنك بنا أرحم الراحمين. كما نسألك يا رب العالمين أن تلحقنا بالسابقين إليك على الإيمان، اللهم اجمعنا بهم في أعلى فراديس الجنان، بلا سابقة عذاب ولا هوان. يا الله يا رحمن يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمين. وبعد، بتوفيق الله وعونه ومنه وفضله وإمداده، نواصل القراءة في كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، ونسأل الله الشفاء، لأن صاحبه وهو القاضي عياض ما سماه بهذا الاسم إلا للمح المعنى، وهذا ما يقوله أهل العربية، يقولون الأسماء تلمح إلى المعاني. كان شيخنا العلامة المرحوم الجعفري، شيخنا صالح الجعفري، كان له إشارات، كان يقول لكل مسمى من اسمه نصيب، لكل مسمى من اسمه نصيب. فإذا قرأت هذا الكتاب وجدت فيه الشفاء. لماذا؟ لأنه يعرفك بالنبي صلى الله عليه وسلم معرفة حقة. حينما تعرف رسول الله يتولاك مولاك بالشفاء من كل داء. لماذا؟ لأنك
عرفت النبي صلى الله عليه وسلم فسرت من ورائه وكنت على سبيله، ومن يكون كذلك فإن الله يتولاه بالشفاء وبالعافية من كل داء. في هذا الكتاب وصلنا إلى الفصل السادس فيما ورد من قوله تعالى في جهته مورد الشفقة والإكرام، يعني ما جاء من قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك على سبيل الشفقة وعلى سبيل الإكرام لرسول الله صلوات الله عليه. نعم سيدي اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين آمين. الفصل السادس فيما ورد من قوله تعالى في جهته صلى الله عليه وآله وسلم مورد الشفقة والإكرام. قال تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. نعم. قيل طه اسم من أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل هذا القول في المقدمة لأن الآية التالية ما أنزلنا عليك ففيها خطاب، وطالما فيها خطاب إذن طه منادى علي، يا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يبقى هذا اسم من أسمائه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقيل هو اسم لله. نعم. وقيل معناه يا رجل. نعم. وقيل يا إنسان، وقيل هي حروف مقطعة لمعاني. نعم، هي حروف مقطعة، يعني الطاء وحدها لها إشارة، والإشارة لمعنى، والهاء حرف من الحروف التي بها إشارة ولها معنى، وإذا جمعت معنى ما تشير إليه الطاء والمعنى الذي تشير إليه الهاء لوجدت كلاما يتوافق مع ما بعدها من قوله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ولذلك الواسطي سيقول هذا. نعم. قال الواسطي أراد يا طاهر يا هادي، هذا ما استراح إليه شيخنا العزامي رضوان الله عليه، قال الطاء تدل على طهره لأن الله طهر ما ودعك ربك وما قلى، إذن الطاء تدل على إيه؟ على طهر النبي صلى الله عليه وسلم، الله طهره ظاهرا وباطنا، كملت أخلاقه في باطنه وكمل جماله في ظاهره، إذن هو طاهر في الظاهر وفي الباطن. ثم إن الهاء تدل على أن الله جعله هاديا لعباده، إذن الهاء تشير إلى الهداية والطاء تشير إلى الطهر، فكأن الله يقول يا أيها الطاهر الهادي ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وترى المعنى مستقيما. قال هذا لي أحد العلماء الذين أخذوا العلم عن شيخنا العزامي رضوان الله عليه. أنا شيخنا العزامي توفي سنة 56 وكنت صغيرا، يعني كان عمري 10 سنين، لكن أخذت من الذي أخذ منه. نعم، هذا قول الواسطي. وقيل هو أمر من الوطء والهاء كناية عن الأرض، يعني طأها
هذا كلام لبعض العلماء. طه يعني طأ الأرض يا محمد وعليك أن تسير، وفي كل لحظة من لحظات سيرك عليك أن تدعو الله أن يهدي على يدك العباد، وأن تدعو العباد إلى الله والهادي هو مولاك. إذا طأها يعني سر وقم وتحرك. نعم، وأمر من الوطء، وعندك في الشرح الوطء الاعتماد على القدم، طأ الأرض بقدمك. قالها أحد الصالحين من أصحاب سيد النبيين صلى الله عليه وسلم، يقول طأ الأرض بقدميك فإنها عما قليل قبرك. يعني أنت تسير على الأرض وتطأ الأرض بقدمك، فعليك أن تفهم أنك الآن على ظهرها، تقوم على وطئها بقدميك. وبعد أيام محدودة وفي ساعة محددة ستنتقل إلى باطنها، منها خلقناكم وفيها نعيد. نعم، أي يعتمد على الأرض بقدميك ولا تتعب نفسك بالاعتماد على قدم واحدة، وهو قوله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. نزلت الآية فيما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتكلفه من السهر والتعب وقيام الليل. يعني لما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم أجهد نفسه في السهر وفي الدعوة إلى الله، وكان يقوم الليل ويطيل قيام الليل صلى الله عليه وسلم. فالمولى عز وجل قال له لا يا محمد، هون على نفسك، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. يعني غير أن ذلك من باب التذكرة، يعني إنزالنا القرآن عليك يا رسول الله بقصد أن تكون مذكرا عباد الله بما أنزله عليك يا رسول الله، ذكرهم بأن الله يقول كذا ويقول كذا. ولكن لا تشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، لأن الذي يخشى تكفيه الآية الواحدة، وأما الذي لا خشية فيه فقد يسمع القرآن كله ولكنه لا ينزجر ولا يعتبر. فأصحاب الخشية هم الذين يؤثر فيهم القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعب نفسه، فالمولى قال له لا تتعب نفسك يا محمد، وعليك أن تهون على نفسك، فالهادي هو الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم، أخبرنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن وغير واحد عن القاضي أبو الوليد الباجي إجازة ومن أصله نقلت، قال حدثنا أبو ذر الحافظ حدثنا أبو محمد الحموي نسبة إلى جده. نعم، حدثنا إبراهيم بن خزيم الشاشي حدثنا عبد بن حميد حدثنا هاشم بن القاسم عن أبي جعفر عن الربيع ابن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى قام على رجل ورفع الأخرى.
إذا يعني السبب في نزول الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى قام على رجل ورفع الأخرى، أنه كان يريد أن يجهد نفسه في الوقوف بين يدي مولاه، فالمولى رد عليه وقال: لا يا محمد، أنزلنا عليك القرآن لتشقى، اجعل قدميك على الأرض واجعل قدميك منصوبتين مع الجسد أمام الله عز وجل، ولا تتعب نفسك بالوقوف على قدم واحدة. نعم. فأنزل الله تعالى طه، يعني طئ الأرض يا محمد. طئ الأرض يا محمد، يعني اجعل قدميك على الأرض. نعم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، الآية، ولا خفاء بما في هذا كله من الإكرام وحسن المعاملة. وإن جعلنا طه من أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم كما قيل، أو جعلت قسما لحق الفصل بما قبله. ومثل هذا من نبت الشفقة والمبرة قوله تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي قاتل نفسك لذلك غضبا أو غيظا أو جزعا. ومثله قوله تعالى أيضا: لعلك باخع نفسك على أن لا يكونوا مؤمنين. ثم قال تعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ومعنى بخع نفسه يعني أجهد نفسه إلى درجة القتل، يعني سيقتل نفسه حزنا عليهم لأنه يقول من كلام الله وهم لا يسمعون، ويشرح ويبين وهم لا يعقلون، ويزيد في البيان ولكنهم ينصرفون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزن، وربما واجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام لا يليق برسول الله، كان صلى الله عليه وسلم لكل هذا يحزن ويشتد حزنه، فالمولى قال له: لا يا محمد، فلعلك باخع نفسك على آثارهم، يعني على أقوالهم وأفعالهم، لأن معنى الآثار يعني ما يكون منهم ويؤثر فيك يا رسول الله. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني تسمع منهم ما يدل على أنهم على كفرهم وأنهم ماضون على ما كان عليه الآباء والأجداد، كل هذا كان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى: إن نشأ. إن نشأ إيه؟ هدايته، لأن المفعول محذوف، مفعول المشيئة يحذف دائما إذا كان أمرا له ما يدل عليه، هذا موجود في البلاغة، يحذف المفعول إذا كان فعله من باب المشيئة أو الإرادة، بشرط أن يكون في الكلام ما يدل عليه. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية، يعني إن نشأ هدايتهم نزلنا عليهم آية حسية من السماء، حينما يرونها يؤمنون بالله ورسوله. لكن نحن لا نريد، كما قال شيخنا الشعراوي، أن نجبرهم على الإيمان بالله، لما علينا أن نعمل عقولهم، فإذا أعملوا عقولهم عرفوا أن الكون له رب واحد وهو الله، فإذا آمنوا وأعملوا عقولهم فهذا هو المطلوب لهم في هذه اللحظات،
لكن لو أردنا أن نجعلهم مؤمنين بآية حسية تنزل عليهم كنار من السماء تنزل عليهم أو تنشق الأرض لكان ذلك سهلا علينا، ولكن نريد من هؤلاء الناس أن يعملوا عقولهم، فإذا عقلوا أمرهم وآمنوا بربهم كان إيمانهم عن يقين وعن قناعة. في بلاد الهند بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أحد الذين لا يؤمنون بدين تعلم العربية، قال لأن رسول العرب قيل عنه كلام كثير، فلما تعرف على علم القرآن لغة القرآن جاء بالمصحف فتح الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إلى أن وصل إلى قوله تعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، عرف من دليل المعاني في لغة العرب أن الأعلام هي الجبال، الأعلام جمع إيه؟ علم، العلم هو إيه؟ الجبل، إذن يعني السفن كانت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت صغيرة بحيث تكون على سطح الماء، إذن حينما يقول القرآن إنها كالأعلام يعني سيصل بها التطور إلى أن تكون السفينة على هيئة الجبل وتسير على سطح الماء، وهذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن معنى هذا أن الذي قال هذا الكلام عنده علم بما سيكون، إذن هذا الكلام ليس من عند محمد. ثم استقبل المسلمين هناك في الهند وسألهم هل كان محمد بحارا؟ يعني يتنبأ بأن هذه السفن ستعلو وترتفع؟ فقال له أحدهم ما رأى البحر يوما ما. قال إذن هذا الكلام ليس من عند محمد وإنما من عند الذي رفع السماء وخفض الأرض، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن إعمال العقل هو الذي يوصل، ولذلك المولى عز وجل قال إن نشأ هدايتهم، حذف المفعول لأن الكلام الآتي يدل عليه، ننزل عليهم من السماء آية يعني آية حسية فظلت أعناقهم لها خاضعين، ولكننا لا نريد إخضاع القالب إنما نريد إخضاع القلوب، وفرق كبير بين إخضاع القالب وهو الجسم وبين إخضاع الإيه؟ القلوب. على رأي شيخنا الشعراوي يعني أنت يمكنك إخضاع القالب، القالب بالقوة تضربه يمشي، لكن هل أنت أخضعت قلبه الذي في داخله؟ القرآن لا يخضع القوالب وإنما يخضع القلوب لعلام الغيوب، هذا أمر ليس سهلا، ولذلك هذا كله فيه تشريف لرسول الله. يا رسول الله أنت جئت للناس وأرسلتك للناس رسولا لتخضع قلوبهم لرب العالمين، فإذا خضع القلب خضع الجسد، لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، طيب وإذا فسدت فسد الجسد كله، إذن عليك أن تصلح القلب، فإذا أصلحته صلح البدن، وإذا تركت القلب بلا إصلاح فسد القلب، لأن الشيطان كما صوره رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة الحيوان الذي له خرطوم، الشيطان لواضع خرطومه على قلب ابن آدم
فإذا ذكر الله خنس. خنس يعني إيه؟ انكمش وسحب خرطومه. وإذا غفل عن ذكر مولاه تملكه الشيطان، يعني جعل هذا القلب تحت أمره وتصرفه وهو غافل عن الله رب العالمين. أما إذا ذكر المولى تبارك وتعالى فإن الشيطان يبتعد. ولذلك قال تعالى: الذين آمنوا فتطمئن قلوبهم بماذا؟ بذكر الله. تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمن أراد أن يطمئن قلبه فعليه أن يذكر ربه، ونص القرآن صريح. فضل سيد. ومن هذا الباب قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إلى قوله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، إلى آخر السورة، وقوله: ولقد استهزئ برسل من قبلك الآية. قال مكي: سلاه تعالى بما ذكر وهون عليه ما يلقاه من المشركين، وأعلمه أن من تمادى على ذلك يحل به ما حل بمن قبله. ومثل هذه التسلية قوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. ومن هذا قوله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ولذلك بعدها قال: أتواصوا به، يعني كل أمة قالت للأمم التي بعدها افعلوا ما فعلنا، أتواصوا به أنهم يستهزئون برسل الله، أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم، فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يعني لا تنفع الكافرين، ما تنفع من؟ تنفع المؤمنين. ثم قال بعده: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا كله فيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في أول الرسالة يأتي أصحابه: يا رسول الله، إنا نخاف عليك من أذى المشركين، فإن فلانا قال كذا، وإن فلانا يتوعد، وإن فلانا يقول عنك ويريد بك. فكانوا يجتمعون حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم لحراسته، وكان صلى الله عليه وسلم يتركهم، أرادوا الحفاظ على رسول الله صلوات الله عليه، تركهم حافظوا، حتى نزل عليه قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ. بعد النداء دائما لا بد أن يكون هناك أمر أو نهي أو خبر. إنك إذا ناديت على إنسان لا بد أن تعطيه شيئا، إما خبرا جديدا، وإما أن تأمره، وإما أن تنهاه. إذن بعد النداء لا بد من كلام، إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. إذن هذا أمر، وأمر ليس سهلا، لأنه قال بلغ ما أنزل إليك من ربك، يعني كل
ما نزل عليك من القرآن وغيره بلغه، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا فيه شيء من التحديد، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هنا يأتي سؤال كامن في النفس، أنت تعلم يا رب أنهم كافرون وأنهم سيؤذون رسولك، كل هذه المعاني التي دارت في نفسه رد عليها المولى تبارك وتعالى فقال: والله يعصمك من الناس، يعني لا تخف، أنا أعلم يقينا ما يفعلون، ولكني أنا الذي سأحافظ عليك يا رسول الله، والله يعصمك من الناس. ثم قال في النهاية: إن الله لا يهدي القوم الكافرين. سيكونون هكذا، وسترى هذا الكفر موجودا إلى يوم الدين، لأن كل طرف لا بد له من نقيض على الطرف الآخر. كل شيء في الحياة، الصحة تقابلها المرض، العلو يقابله السفل، اليمين يقابلها الشمال، وهكذا كل شيء في الحياة فيه الشيء مع نقيضه. وهكذا على رسول الله أن يكون معتصما بمولاه يعطي الرسالة والله يعصمه. فلما نزلت الآية خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه الذين يحيطون ببيت رسول الله صلوات الله عليه، قال: اذهبوا إلى بيوتكم فإن الله منعني من الناس. اذهبوا فإن الله إيه؟ خلاص حافظ علي، والله حفيظ عليم، لا يستطيع أحد أبدا أن يتخطى حدود ربه، فإن الملك لله والأمر لله. نعم. عزاه الله تعالى بما أخبر به عن الأمم السالفة ومقالتها لأنبيائهم قبله ومحنتهم بهم، وسلاه بذلك عن محنته بمثله من كفار مكة، وأنه ليس أول من لقي ذلك، ثم طيب نفسه وأبان عذره بقوله تعالى: فتول عنهم، أي أعرض عنهم، فما أنت بملوم، أي في أداء ما بلغت وإبلاغ ما حملت. ومثله قوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي اصبر على آذاهم فإنك بحيث نراك ونحفظك. صلاه الله تعالى بهذا في آي كثيرة من هذا المعنى صلى الله عليه وسلم. دائما أذكر أن أم جميل وهي زوجة عمه أبي لهب كانت تحاول أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نزلت السورة: تبت يد أبي لهب وتب، وفيها وامرأته حمالة الحطب، قالت: أنا حمالة الحطب، أنا أذهب إلى الأماكن التي فيها الأحطاب وأحمل، هذا لابد أن أحاسب عليه محمدا، هذا كلام من عنده. وأخذت حجرا وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في بيت الله ومعه سيدنا أبو بكر الصديق. فلما رآها سيدنا أبو بكر قال: يا رسول الله، إنها أم جميل وأنا أرى في عينيها الشر، فاستتر منها يا رسول الله، استتر منها يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: دعها يا أبا بكر، لأن الله قال له من قبل: والله يعصمك من الناس.
فلما وصلت النبي جالس في جانب سيدنا أبي بكر الصديق، جلس النبي صلى الله عليه وسلم وبجانبه سيدنا أبو بكر، ولما وصلت لم ترى رسول الله، فأخذت تسأل: يا ابن أبي قحافة، صاحبك أنا رأيته، أين ذهب؟ سكت سيدنا أبو بكر. فلما لم تجد بدا، لأنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون فيه إنه ساحر، فلوت رأسها وذهبت. فبعدما ذهبت نظر سيدنا أبو بكر فوجد رسول الله: رسول الله أنت هنا؟ قال: نعم. قال: أم جميل جاءت وبحثت عنك فلم تجد. قال: يا أبا بكر، إن الله وكل بي ملكا حال بيني وبينها. إن الله وكل بي إيه؟ لأنه قال له: والله يعصمه، والأمر سهل عند الله عز وجل، لأن النبي في معية مولاه، والله لا يرى، فمن كان في معية من لا يرى فإنه لا يرى إلا بأمر الله. وهذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا سيدي. الفصل الثامن. الفصل السابع فيما أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز من عظيم قدره وشريف منزلته على الأنبياء وحظوة رتبته عليهم. وحظوة، أو هي حظوة يبدو فيها الفتح والضم. نعم. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة إلى قوله من الشاهدين. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم إلى قوله من الشاهدين. نعم. قال أبو الحسن القابسي: اختص الله تعالى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بفضل لم يؤته غيره، أبانه به وهو ما ذكره في هذه الآية. قال المفسرون: أخذ الله الميثاق بالوحي، فلم يبعث نبيا إلا ذكر له محمدا ونعته وأخذ عليه ميثاقه، إذ أدركه إن أدركه ليؤمنن به. وقيل: أن يبينه لقومه ويأخذ ميثاقهم أن يبينوه لمن بعدهم. وقوله: ثم جاءكم، الخطاب لأهل الكتاب المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. كلام سيدنا علي بن أبي طالب سيبين هذا كله تماما، لأنه العالم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: كرم الله وجهه. نعم. لم يبعث الله نبيا من آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ويأخذن العهد بذلك على قومه. نعم. ونحوه عن السدي. يعني إذا كل الأنبياء والمرسلين من لدن آدم، من لدن أبينا آدم عليه السلام إلى سيدنا عيسى عليه السلام، كانوا يعلمون أن رسول آخر الزمان هو ما سماه الله عز وجل محمدا، وهو خاتم النبيين والمرسلين، وأخذ الله عليهم الميثاق: إذا أدركتموه فيجب عليكم أن تؤمنوا به، لأنه الخاتم وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. ولذلك قلت قبل ذلك، يعني سمعت
الأستاذ محمد مجدي مرجان الذي كان مسيحياً وأسلم، وكان ذلك سنة 70 في العشيرة المحمدية، وتكلم شيخنا عبد الحليم محمود وشيخنا بدران وبعض العلماء. ثم قيل للأستاذ محمد مجدي مرجان يعني نرجو أن نسمع منك كلمة في الذي أنت فيه. قال: والله أنا صححت نفسي مع نبي الله سيدنا عيسى، لأن نبي الله عيسى قال: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. إذن معنى هذا أن من أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمدا فالواجب عليه أن يؤمن به. لماذا؟ لأن جميع الأنبياء من قبله آمنوا به، إذن أتباعهم أيضا يجب عليهم أن يؤمنوا به. قال: فأنا الآن أصبحت محمديا عيسويا موسويا، آمنت بالله ورسله لا أفرق بين أحد من رسله. هذا يدل على أن الإله واحد والدين واحد، وأن المرسلين جميعهم على شكل واحد. من آمن بواحد يجب عليه أن يكون مؤمنا بالجميع. هذا هو صحيح الكلام في هذا المقام. نعم يا سيدي. ونحوه عن السدي وقتادة في آي تضمنت فضله من غير وجه واحد. قال الله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. نعم. الآية. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح إلى قوله شهيدا. نعم. روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال في كلام بكى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من فضيلتك عند الله أن بعثك آخر الأنبياء وذكرك في أولهم. يعني بعثك بجسدك في آخر الأنبياء، ولكنه ذكرك في أولهم، وآمن بك جميع الأنبياء والمرسلين، لأن النبوة واحدة والمرسلين جميعهم على نمط واحد، فهم كشخص واحد. إذن أنت في النهاية ولكنك مذكور من البداية. نعم. فقال: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. ومنك من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نوح النبي الرسول الذي كان بعد أبينا آدم. نعم. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أهل النار يودون أن يكونوا أطاعوك وهم بين أطباقها يعذبون، يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. كما هو مذكور في القرآن: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. نعم سيدي، في سورة الفرقان. قال قتادة: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث. أول الأنبياء في الخلق، لأن الله خلق نوره، هذا أول الأنبياء في الخلق، ثم وضع هذا النور في أول جسد وهو أبونا آدم عليه السلام، ثم انتقل النور من واحد إلى واحد إلى واحد حتى وصل إلى جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أولهم خلقا وآخرهم بعثا. نعم. فلذلك وقع ذكره مقدما هنا قبل نوح وغيره. نعم. قال السمرقندي: في هذا تفضيل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لتخصيصه بالذكر قبلهم. نعم. وهو آخرهم بعثا. نعم. المعنى: أخذ الله تعالى عليهم الميثاق
إذ أخرجهم من ظهر آدم كالذر. كالذر. يعني في عالم الذر أخرجهم وأخذ عليهم الميثاق بأنهم من أدركه فيجب عليه أن يؤمن به. نعم. وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قال أهل التفسير: أراد بقوله ورفع بعضهم درجات محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه بعث إلى الأحمر والأسود وأحلت له الغنائم وظهرت على يديه المعجزات، وليس أحد من الأنبياء أعطي فضيلة أو كرامة إلا وقد أعطى محمد أعطى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم مثلها. قال بعضهم: ومن فضله أن الله تعالى خاطب الأنبياء بأسمائهم وخاطبه بالنبوة والرسالة في كتابه، فقال: يا أيها النبي ويا أيها الرسول. وحكى السمرقندي عن الكلبي في قوله تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم، أن الهاء الهاء في وإن من شيعته، يعني من شيعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أن الهاء عائدة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أي إن من شيعة محمد لإبراهيم، أي على دينه ومنهاجه. وأجازه الفراء وحكاه عن مكي عنه وحكاه عنه مكي وحكاه عنه مكي وقيل المراد نوح عليه السلام. القرآن حمال أوجه. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والبركة والإمداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فمن باب الشفاء أيضا ما جاء في البردة الحسنية الحسينية، وهي بردة الشيخين الجعفري، آخر بردة صنفت إلى زماننا هذا. صحيح هناك من صنف في مدح النبي صلى الله عليه وسلم تصانيف، ولكن التصانيف يعني تأتي في مناسبات وتكون على قدر المصنف. أما شيخنا الجعفري فكان تصنيفه لهذه البردة أعم، حيث إنه مدح النبي صلى الله عليه وسلم ومدح آل البيت، بل مدح أكثر، كل من رآه في المنام أعطى له شيئا في هذه البردة. وحدثنا شيخنا بهذا رضي الله عنه أرضاه، وقد وصلنا في هذه البردة إلى والنفس يصلحها ربي إذا دخلت في دار أهل الرضا أكرم بدارهم. فاصرف لنفسك عن سوء الطريق ولا تركن إليها وعاديها بلا سلم. أيضا سرنا فيه إلى الثاني. نعم. الأول أن تضع في نفسك هذا العلاج، ولذلك يعني الشيخ قال: صرف النفس، هذا هو الشارح، صرف النفس عن سوء الطريق، يعني
المنهج الذي ليس من منهاج النبي صلى الله عليه وسلم فعليك أن تبتعد عنه. أي منهج يأخذك بعيدا عن منهاج النبي صلوات الله عليه فاصرف نفسك عنه، وكن على هذا الخط المستقيم الذي رسمه لنا سيد الأولين والآخرين. في كل شيء تراه يبعدك عن طريق الله. نعم، هنا في الكتاب الثاني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: عدم الركون للنفس، وركن الشيء جانبه الذي يسكن إليه، والمراد به هنا الميل والموافقة، أي لا توافقها في أي أمر، فالتعبير من قبيل الاستعارة. ولا تركن إليها، يعني لا تمل إليها. ومعنى الركون أنك تميل إلى جانب، والميل إلى الجانب هذا في الحسيات، لكنه يتكلم عن النفس، والنفس دائما تراها في المعاني التي في داخلك. إذن وصور المعنى بصورة الحسية، وتصوير الأمر المعنوي بالصورة الحسية هذا من باب المجاز. فالواجب على الإنسان ألا يركن إلى نفسه إذا رآها تنجرف، أو رآها انحرفت، أو رأى منها ميلا إلى الدعة والسكون والنوم والكسل. نقول له: جاهد نفسك ولا تركن إلى ما تريد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. إذن النفس تحتاج إلى مجاهدة. ولذلك في سورة يوسف جاء هذا المعنى من امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي، إن النفس، هذا إقرار بما في النفس، إن النفس لأمارة بالسوء. إلا هذا الاستثناء يدل على أن المجاهدين لهم من الله تبارك وتعالى إكرام. ولذلك قال: إلا من رحم ربي. هذا قولها يدل على أنها كانت تفهم وتعقل: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وكأنها تقول: نفسي أمرتني بالسوء، وأما يوسف فإن الله برأه. نعم. والمؤمن مأمور بمخالفة نفسه وهواه، لأنه لا تأمر إلا بالشر، ولا يدخل عليها إلا ما كان خيرا. يقولون: إذا التبس عليك أمران فانظر أثقلهما على النفس فاتبعه، فإنه لا يدخل عليها إلا ما كان حقا، فإن عمل بالأخف كان ذلك معدودا عندهم من نفاق القلب. يعني النفس دائما لا تحب الشيء الثقيل، إنما تحب الخفة والدعة والسكون والراحة والنوم والكسل. ولذلك إذا عرضت عليها شيئا ثقيلا وشيئا خفيفا، النفس تميل إلى الخفيف، فعليك أن تخالفها وأن تتحمل الثقيل. وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. هذا ما قاله البصير رحمه الله: وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح، يعني إذا نصحاك نصحا خالصا فلا تطعهما. فاتهم، أي عليك أن تتهم النفس دائما بالميل إلى الدعاء وإلى الركون وإلى السكون، وعليك أن تخالف النفس بطاعة الله
وإذا أجبرتها على ذلك فإنها تعتاد على أنها تكون في طاعة الله، وإذا تعودت صارت الطاعة عليها سهلة. نعم. ذلك لأنها مجبولة على الجهل، فشأنها دوما إنما هو طلب الحظوظ والفرار من الحقوق. نعم. فالسالك لا يركن إلى نفسه ولا يوافقها في نزواتها ولا يرضى. نعم، لا يرضى. ولا يرضى عنها في حالها، لأن الرضا عنها أصل كل المعاصي والشرور ومنبع كل العلل والفجور. نعم. يقول صاحب الحكم: أصل كل معصية وغفلة وشهوة. من صاحب الحكم؟ ما شاء الله، تفضل يا سيدي. أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس. وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك عنها. ولأن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه، فأي علم لعالم يرضى عن نفسه، وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه. لأن الجاهل إذا علم أنه جاهل فإنه لا يرضى عن نفسه، وإنما يسأل ليتعلم. ولذلك قال الإمام الشافعي: الناس أربعة. الناس إيه؟ أربعة: العالم ولا يدري أنه عالم، عالم قرأ ونقح كتب ومع هذا نائم لا يدرس ولا يتكلم ولا يخطب ولا يذهب إلى طلاب. قال الإمام الشافعي: عالم ولا يدري أنه عالم، فهذا نائم فأيقظوه، هذا عنده علم ونام عليه. نقول: لا لا، قم وعلم الناس، إن الله أعطاك العلم لتعلم. ثم قال في النوع الثاني، قال: وعالم ويدري أنه عالم. قال: فهذا معلم فاسألوه. هذا إيه؟ معلم فاسألوه في العلم. هذا معلم، فالواجب علينا إيه؟ أن نتعلم منه، ومفتاح العلم السؤال. هذان في العالم: عالم ولا يدري أنه عالم فهذا نائم فأيقظوه، وعالم ويدري أنه عالم هذا معلم فاسألوه. طيب، وجاهل؟ قال: جاهل ولا يدري أنه جاهل، يعني يظن أنه عالم. قال: فهذا معاند فاتركوه. فهذا إيه؟ معاند. نقول: لو أنت جاء يقول: لا أنا عالم بهذه المسألة، طب هل قرأتها؟ لا، العقل يقول كذا. يا سلام. الشيخ الجعفري يقول: جاءني واحد في الأزهر هنا، قال: نحن لماذا نتعب أنفسنا في كلام محمد ولا يكون رسول الله؟ قال له: ماذا تريد؟ قال: أن نعمل بالقرآن فقط ويكفينا، كلام ربنا أعلم من كلام واحد سواه. قال: ما شاء الله. ثم ناقشه بما عنده، قال: أنت تريد أن تعمل بالقرآن؟ قال: نعم. قال: هل تحفظ القرآن بالروايات العشرة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الشيخ الجعفري كانت معه الروايات العشرة بسنده. قال: لا. قال: أتحفظ القرآن برواية حفص عن عاصم وهي قراءة أهل مصر؟ قال: لا. قال: فكيف تعمل بالقرآن وأنت لا تحفظه؟ قال: أقرأ وأعمل. قال: هل تفهم القرآن؟ قال: نعم. قال: بأي شيء تفهم القرآن؟ ما الوسائل التي عندك لفهم القرآن؟ هل تعرف نحو القرآن؟ قال: لا. صرف القرآن؟ قال: لا. بلاغة القرآن؟ قال: لا. الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: أبشر. شيخ جعفري،
الحكم الأخير، قال أبشر فإنك من الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، لأنه طرح السنة ولا يريد أي كلام لرسول الله. إذن هذا خرج من دائرة الإسلام، أنه طرح كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم طرحا. ولذلك العالم الذي يظن في نفسه أنه يعلم كل شيء نقول له لا، أنت جاهل بكذا وعالم بكذا. طب جاهل ولا يدري أنه جاهل، فهذا معاند وليس عالما، هذا معاند فاتركوه. ثم قال وجاهل ويدري أنه جاهل، قال فهذا سائل فعلموه. فهذا إيه؟ سائل يعني يسأل لأنه يعلم أنه جاهل، فلما علم أنه جاهل سأل ما حكم كذا ما حكم كذا، هل فهذا سائل فإيه؟ فعلموه. وبهذا نعلم أن العالم الذي يرضى عن نفسه أوقع نفسه في مهلكة، وهو أنه ضحك عليه الشيطان فتكبر وظن أنه عالم. وقد ورد في الحديث ما يزال المرء عالما، يعني ما يزال وهو يتعلم الله يعطيه العلم، حتى إذا علم أنه قد علم فقد جهل، حتى إذا علم أنه قد علم فقد إيه؟ جهل. نعم. قالوا لأن الرضا عنها يوجب تغطية عيوبها ومساويها ويصير قبيحها حسنا ويصير قبيحها حسنا ويصير قبيحها حسنا، فمن رضي عن نفسه استحسن حالها وسكن إليها، ومن استحسن حال نفسه وسكن إليها استولت عليه الغفلة عن الله، وبالغفلة ينصرف قلبه عن التفقد والمراعاة لخواطره، فتثور عليه حينئذ دواعي الشهوات وتغلبه، إذ ليس عنده من المراقبة ما يدفعها، ومن غلبته شهوته وقع في المعاصي لا محالة. نعم. الحمد لله الحمد لله. معاداة النفس هذا ثالثا، أي اتخاذها عدوا يجب مقاومته والتيقظ له. كما قلنا أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، إذن اتخذها عدوا وقاومها حتى إذا سلكت السبيل فكن منها على حذر. نعم. حتى لا يتسلل إلى ميدان القلب فيفسده، أو إلى مملكة الروح فيخربها. وقد أوصى ذو النون تلميذه قائلا إياك وهذه الأمراض المتصلة، فإن النفس تألفها. نعم. وانظر ما فيه مخالفة نفسك من صيام أو فطر فاعمله فإن في متابعة النفس طاعة كانت أو معصية فتنة، فما ألفت النفس شيئا إلا وفيه بلاء وخطر. نعم. لأن المعصية إذا ألفها صاحبها صارت شيئا عاديا بالنسبة له، ولذلك زادت عليه البلايا وصار في دائرة الخطر الجسيم. لماذا؟ لأنه أصبحت المعصية من الأمور التي تحلو له، لأن العبد إذا كان في معصية وسقطت منه وحزن على أنه وقع فإنه يتوب، وإذا تاب العبد تاب الله عليه وأنسى جوارحه ما عملت من الخطايا وأنسى مكانه من الأرض ومقامه من السماء،
حتى يأتي يوم القيامة وليس عليه شاهد بذنب. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ الجعفري شرح هذا الحديث هنا في الأزهر في ظن كنا في يوم من أيام الجمعة، لأن درسه كان بعد الجمعة ويستمر إلى العصر. يعني أنا كنت دائما أحاول أن أكون حاضرا معه، لأنه كان دائما يطيل الدرس من صلاة الجمعة إلى أن يحين وقت العصر. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تاب العبد تاب الله عليه، لأن الله كريم، إذا أقبل العبد إليه فإنه لا يرده. ما رد عبدا، وكان يقول الكافر بكفره وبما صنع في حياته حينما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، المولى تبارك وتعالى يفرح به ويقبله كأنه ولد الآن من جديد، فالذي كان من قبل انتهى وكأنه لم يكن حيا في هذه الأيام، إنما بدأت حياته من هنا من هذه اللحظة. قال: وأنسى جوارحه ما عملت من الخطايا، نفس الجوارح تنسى، وأنسى مكانه من الأرض الذي عمل عليه الخطيئة، وأنسى مقامه من السماء، لأن السماء كل ما علاك، يعني السقف يشهد عليك، السماء من فوق تشهد عليك، حتى يأتي يوم القيامة وليس عليه شاهد بذنب. الشيخ كان يمثل تمثيلا للإفهام، لأن الشيخ كان يدرس ليلا ونهارا، فلا بد أن يأتي بالمعنى أكثر من مرة في أكثر من طريق. يأتي بطريق المثل، قال في هذا الحديث، قال: يعني جماعة من الشباب الذي يقع في الحرام ذهبوا وأخذوا عنزا وذهبوا إلى الصحراء وذبحوها وقطعوا لحمها وجاءوا بالأخشاب وأشعلوا النيران وقاموا بشي اللحم، فلما كان اللحم مشويا ناضجا قاموا عليه فأكلوه. إذن يعني العنز أصبح لا أثر له، صاحبها كيف يستدل؟ قال: ستأتي العنز يوم القيامة، من تاب منهم فإنها لا تعرفه، يعني العنز لا تعرف الذي تاب، تنظر إليه ولكنها لا تتكلم. لماذا؟ لأن الله قبل توبته، فلما قبل توبته حافظ الله عليه وستره، كما ستره في دنياه يستره في أخرى. قال: أما إذا لم يتوبوا فإنها تأتي يوم القيامة وتقول: هذا أمسك بي، وهذا ذبحني، وهذا قطعني، هذا شواني، وهؤلاء جميعا أكلوني، لأنها ستشهد عليهم يوم القيامة بما كان منهم. أما إذا تابوا فإنها لا تعرف أحدا ممن تاب إلى الله ورجع. ثم يقول المولى لصاحبها: يا عبدي، الذين سرقوا منك العنز تابوا إلى الله، وأنا سأجعل لك في الجنة كذا وكذا، أترضى يا عبدي؟ نعم يا رب. وماذا يريد من العنز يوم القيامة؟ هو يريد الجنة، ولذلك نعم يا رب. إذن كانت العنز سببا في أن الله أعطاه، ولذلك يعني كأن العبد يقول يوم القيامة: يا ليت كل ما كان عندي قد سرق، لأنه أخذ حظه لا في دنياه وإنما في أخراه يوم لقاء الله. نعم، هذا كله
في دائرة ما قاله سيدنا ذوالنون. نعم. وفي الرسالة القشيرية: من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات فلم يخالفها في جميع الأحوال ولم يجرها إلى مكروهها في سائر أيامه كان مغرورا، ومن نظر إليها باستحسان شيء منها فقد أهلكها. نعم، يعني إذا رأى الإنسان في عمله الصالح شيئا حسنا يجب عليه ألا يستحسنه، إنما يجب عليه أن يقول: والله يا ربي هذا ما كان من عاجز مثلي، أسألك أن تغفر لي إذا قصرت. فإن الإحساس بالتقصير أول بلوغ مراتب الكمال، إحساس بالتقصير أول بلوغ مراتب الكمال، لكن إذا لم يشعر بالتقصير فإنه سيقع. نعم. وكيف يصح لعاقل الرضا عن نفسه؟ والكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم يقول: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. هذا توجيه آخر في الآية، أن بعضهم وجه بأنها من كلام امرأة العزيز، بعضهم قال إن كلام نبي الله يوسف. على كل حال جاء الله به في القرآن: وما أبرئ نفسي. وكل إنسان يقول هذا عن نفسه: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ربي غفور رحيم. نعم. وعاديها أمر من العداوة، والياء ناتجة من إشباع الكسر وليست لام الكلمة، لأن عادها هذا هو الأمر، إذن هذا أمر مبني على حذف حرف العلة، لكن جاءت الياء من إشباع الكسرة قبلها، إذن هذه ليست الياء التي علامة البناء، وإنما جاءت هذه الياء زائدة من إشباع الكسر. نعم. وليست لام الكلمة لأنها محذوفة. نعم. وفيه استعارة مكنية حيث صور النفس بالعدو اللدود شديد الذي يتربص بخصمه ليرديه المهالك، كما قال الشيخ: فاز الذي من شرها قد سلم، قد سلم أي نفسه. نعم. أي نفسه، فإنه قد علم بأنها أعدى الأعادي المؤذية، أو أنها مثل الوحوش الضارية. النفس، وينصح المريد. وينصح مريده قائلا: ولا تكن ممن طوع النفس واقتدى بأقوالها حتى رمته بديرها. حتى رمته ببيرها، يعني بشرها، ببيرها أي ببوارها. نعم. ببيرها، أصل البوار معناه الهلاك. نعم يا سيدي. ببيرها. نعم. فما النفس إلا للسمو عدوة. وتكره من جهل سمو أمورها. هذا كلام شيخنا الجعفري. وتنهض للأغيار تنشط دائما، تنشط دائما، تنشط دائما، يعني الأمور الجديدة تنشط لها النفس. إذا كان إبليس اللعين سميرها، لأن إبليس لا يترك الإنسان، إذا جاء شيء جديد فإنه يجلس بجانبه، فأقول: هذا أمر جديد وهذا يجب عليك أن تأخذ به،
لأنك لابد أن تكون في مقدمة الناس. نعم. فلا بد للسالك أن يكون يقظا حذرا لخطرات النفس وشهواتها، ولا يغفل عن تتبعها وتعهدها شأن المرابط الذي يرقب عدواً. إذا غفل طرفة عن ثغره، الثغر عن المكان الذي يحرس فيه وطنه من عدوه، هذا المكان يسمى ثغرا، أي مكان المرابطة. نعم. أتي من قبله، بل هي أعدى أعداء الإنسان، ومداوات عللها من أصعب الصعاب لخفائها ودقتها. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لقوم قدموا من الجهاد: مرحبا بكم، قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قيل: يا رسول الله، وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفس. طيب اقرأ كده في التخريج. أخرجه الخطيب في التاريخ والبيهقي في الزهد من حديث جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا بلفظ: قالوا: وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال: مجاهدة العبد هواه. نعم. الصحابة حينما كانوا يأتون من المعركة، يعني يعودون إلى ديارهم، يقولون: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، رضي الله عنه. نعم. وقال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نفسي، مرة لي ومرة علي. مرة لي، يعني تكون النفس مرة معي ومرة تكون علي، يعني عدوة لي. نعم. وقيل: أعداء الإنسان ثلاثة: دنياه وشيطانه ونفسه. فاحترس من الدنيا بالزهد فيها، ومن الشيطان بمخالفته، ومن النفس بترك الشهوات. لذا بدأ بها الشيخ في رصدي في رصد أعداء الإنسان، وذلك في قوله: إن كنت ذا سيف فجرد مرهفا واضرب لأعداء وكن ضرابا. شيطان نفسك والهوى ومعارفا، يعني أصدقاء نفسك وهواك والأصدقاء الذين يأخذون بيدك إلى مهاوي الفناء. نعم. أخذوك نحو الذل كن ضرابا. الشيخ الغزالي أبو حامد نقل في كتابه الإحياء وغيره، قال: إن أحد الصالحين يقول: إن ابتليت بأربع ما سلطوا إلا لشدة شقوتي وعنائي: إبليس والدنيا ونفسي والهوى. إذن أعداء كم؟ أربعة. كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ كيف أتخلص من هؤلاء وكلهم أعدائي؟ وأرى الهوى تدعو إليه خواطري في ظلمة الشهوات والآراء. فسواء كانوا ثلاثة أو كانوا أربعة، الجهاد مستمر مع النفس إلى آخر لحظة في الحياة. نعم. وتأمل الإضافة في شيطان نفسك، الإضافة في شيطان نفسك وما توحي به من تحكم النفس وقوة نفوذها، نفوذا يتضاءل دونه نفوذ الشيطان. ولا غروة، يعني لا شك. فهوى النفس أشد من وسوسة الشيطان. فالشيطان مثل البائع حين تعرض عن شيء يقرب إليك آخر،
والشيطان تستطيع أن تطرده بقولك أعوذ بالله من الشيطان، ذهب عنك. أما النفس فهي معك على الدوام. نعم. أما النفس فهي تتشبث بالشيء كما يتشبث القط بالفأر، بالفأر إذا أمسك، إذا أمسك. ولا علاج لها إلا بالخوف من مقام الله سبحانه، وهو مقام عز عز سالكوه، يعني قل سالكوه، لكنه مقام السعادة وطريق النجاة التي لا تكون إلا بنهي النفس عن هواها ومخالفة نزواتها، وهو ما لخصه الشيخ في قوله: عليك بالنفس إن ملكت زمامها ملكت جميع الأمر من غير مريتي. مريتي. يا سلام. رضي الله عن شيخنا الجعفري ورحمه الله رحمة واسعة، ونفعنا بكلام الصالحين في الدنيا والآخرة، وجمعنا بهم إلى جنات النعيم بلا سابقة عذاب ولا هوان يا كريم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي والآله وصحبه وسلم. ونختم بمسألة من مسائل البلاغة في كتاب الإيضاح لتلخيص أو لشرح تلخيص المفتاح. قد وصلنا إلى أول القصر، هكذا. والأول من الحقيقي، قلنا إن القصر نوعان: قصر حقيقي بمعنى أن المنفي ما عدا المقصور عليه، ولذلك قال القصر الحقيقي المنفي فيه عام، ولذلك قال والأول من الحقيقي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأول من الحقيقي كقولك: ما زيد إلا كاتب. نعم. إذا أردت أنه لا يتصف بصفة غير الكتابة. يعني مهمته الكتابة. وإذا أردت له صفة أخرى فلن تجد. إذا ما زيد إلا كاتب، ونفيت عنه جميع الصفات سوى الكتابة. نعم. وهذا لا يكاد يوجد في الكلام، لأنه ما من متصور إلا وتكون له صفات تتعذر الإحاطة بها أو تتعسر. يعني أنت تقول ما زيد إلا كاتب، يعني أعظم صفاته التي يتصف أو التي تكون له هي الكتابة، لكن لابد له من صفات أخرى، لأنه ينام ويأكل ويشرب، فكأن الكتابة غلبت على زيد، فصارت كأنها الصفة التي ينظر إليها فيه، وبقية الصفات كأنها ليست موجودة. ولذلك قال: يعني هذا حقيقي ولكنه ليس تحقيقيا. نعم. والثاني منه كثير كقولنا: ما في الدار إلا زيد. حقيقي تحقيقي، في الواقع موجود، ما في الدار إلا زيد، لأنك لو نظرت إلى الذي في الدار لم تجد أحدا سوى زيد، يبقى هذا حقيقي ولكنه تحقيق. إذن التحقيق نوعان، الحقيقي نوعان: إما أن يكون حقيقيا تحقيقيا، وإما أن يكون حقيقيا خياليا، يعني ليس إيه تحقيقيا. نعم. والفرق كقولنا: ما في الدار إلا زيد، والفرق بينهما ظاهر، فإن الموصوف في الأول لا يمتنع أن يشاركه غيره في الصفة المذكورة، وفي الثاني يمتنع، وقد يقصد به المبالغة لعدم الاعتداد بغير المذكور، فينزل منزلة المعدوم.
طيب اقرأ بقى ما في الحاشية عند ثلاثة. قد يوجد هذا النوع في القصر.